وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه بعد ما سبق من الثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه مقدمة. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: مقدمة بكسر الدال على الأشهر، يعني ممكن تقرأ تقول إيه؟ وبعد إن هذه مقدمة، وبعد إن هذه مقدمة. قال: وأنا قدمت كلامه على كلام الإيه؟ كلام الأزهري. خلينا الأخ ناخد كلام الأزهري. قال الأزهري: يقال مقدمة، مقدمة أو مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشرع في إيه؟ في مسائله، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدمت أمام المقصود لارتباط له. يعني المقدمة ممكن تكون أشياء من الكلام اللي موجود في الإيه؟ طائفة من الكلام اللي موجود في إيه؟ في هذا الإيه؟ هذا الكتاب. نعم، انتفاع بها في وهي ها هنا لبيان علم التجويد. وقوله فيما على قارئه أن يعلمه، أي في الذي يجب على كل قارئ من قراء القرآن أن يعلمه. الشيخ الأنصاري قال: مقدمة بكسر الدال على الأشهر، على الإيه؟ على الأشهر، كمقدمة الجيش للجماعة، الكول اللي بيبقى قدام كده اللي دخل منكم الجيش بيسموها الايه؟ المقدمة. المقدمة وفي المؤخرة كمان، يعني حتى لما كنا في الجيش كانت لما يجي يقولك المؤخرة، لسه بتحرك الايه؟ الجيش اتحركوا من المكان الفلاني، في مؤخرة موجودة ممكن بتقعد عدة ايه؟ عدة ايام. يبقى قال: كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، من قدم، انتبهوا بقى، من قدم اللازم بمعنى تقدم، ومنه لا تقدموا بين يدي الله، يبقى ده على الايه؟ على الكسر. وبفتحها، يقول وبفتحها على قلة، على قلة يعني قليل استعمال الايه؟ مقدمة. مقدمة ده فلان عمل مقدمة للموضوع، ده فلان في الدرس او في الدرس او في الخطبة عمل مقدمة، لا المشهور الايه؟ مقدمة. وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل في لغة من قدم، هناك عندنا قلنا ايه؟ من قدم اللي هو الايه؟ اللازم، من قدم اللازم. طيب هنا قال من قدم المتعدي، من قدم المتعدي، والمراد أن هذه أرجوزة لطيفة فيما يجب على قارئه أي القرآن أن يعلمه مما يعتبر في تجويد القرآن الكريم. يبقى هنا إيه؟ وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. واجب هنا يعني ناخد كلام شيخ الإسلام. البعض يقول: يا سيدي الإمام ابن الجزري يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. يا سيدي أنا مش مجود. يا حبيبي افهم مقصد الرجل، هو يقصد التجويد العملي مش الدراسة النظرية. أنت من أراد أن يسمع الناس كلام الله فلا بد أن يتلوه، أن يقرأه كما أنزله الله. أنت هتسمع الناس كلام ربنا، يبقى الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى يسمع بما أنزله الله. أما ما تدرسش تجويد، ما تتعلمش تجويد، هي كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء التي نتكلم فيها، المقصد هي الأول وسيلة ولا غاية؟ ها ردوا، وسيلة. طيب إذا توصلنا
الى الوسيلة الى الايه الى الغاية دون الوسيلة، هل هناك غضاضة؟ طب انت رحت قعدت جنب شيخ كده واقرأك القرآن كما انزله الله، ولا علمك احكام نون وساكنة ولا مدود ولا حاجة. ويمكن انا ذكرت لكم واقعة حدثت معي، اذكر كده من حوالي من عمر طويل من اكثر من 40 سنة في مسجد الجمعية الشرعية عندنا، رجل جاي من الريف كده ورابط منديل محلاوي كده وحالته يعلم بها ربنا، فبصيت لقيت الشيخ امام المسجد قال له اتفضل يا سيدنا. الراجل قرأ قراءة والله والله انا مش عايز يخلص من جمال الاداء والايه والحروف خارجة، كل حرف خرج من مخرجه. فبعد الصلاة رحت بوست ايده وبقول له الله يبارك لك ما شاء الله على الحروف والغنن والمدود والتفخيم والترقيق. قال لي يا ابني انا لا عارف تفخيم ولا ترقيق ولا مدود، انا حفظته في الكتاب زي ما انت سمعت مني كده. التلقي السليم. وراجل عجوز كده يعني، هو استحى تقريبا بلديات امام المسجد فاستحى وقدمه وسندوه كده وسند صلى بينا صلى بينا تسمع. طيب يبقى ايه في الحالة دي؟ نقول له روح ادرس لي بقى النون الساكنة والتنوين. ده ملايين، ده ملايين ملايين على وجه الأرض ممن يحفظون التحفة والجزرية وكل المنظومات، وتيجي تقعده قدام منك تقول له اقرأ قرآن ربما يلحن في الأشياء التي لا يجوز اللحن فيها. مش هنقول تطبيق ايه، تطبيق قواعد. يبقى إذن الايه المقصود بتجويد القرآن وتعلم أحكام القرآن اللي هي إيه؟ اللي هي الصناعة، اللي هي الأداء، الأداء نفسه، إن أنت تؤدي كيف تؤدي القرآن الكريم، وليست الإيه؟ الدراسة الإيه؟ الدراسة النظرية. هنا الكلام إيه؟ البيت اللي معانا إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا، وكل واحد يقرأها فيكم براحته بس أنا في الآخر هقرأها عليكم بطريقتي اللي قرأتها على شيوخي. أنا كنت بقرأها كده يعني، البعض يقرأها إذ واجب عليهم محتم، لا أنا قرأت كده إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا ما خارج الحروف والصفات ليلفظوا لينطقوا بأفصح اللغات. دي الطريقة اللي حفظناها عشان نفرح نفسنا بها وعن عيال صغيرين، يعني عشان ايه يعني نيجي يعني ما انت شيء اتفرض عليك. طب اتفرض عليك، ما احنا بنقول لاي واحد في ماده انت كارهها، فيزياء كيمياء اي ماده حبب نفسك فيها حبها وخلاص، اختار لك طريقه ان انت تحبها. بعد ما تحبها خلي بالك الانسان مش هيؤدي في شيء الا اذا ايه حبه. ولذلك تلاقي البعض واحد تلاقيه قوي في ماده وضعيف في ماده، طب ايه اللي حصل؟ حابب الماده دي. ممكن انت بتكره ماده تلاقي واحد تاني يقول يا سلام يا ريت الماده دي، والعكس. كنا نيجي كده نقول للنون ان تسكن وللتنوين اربع، هنحبب نفسنا فيها خلاص. احفظ لك اي حاجه اعملها ايه انشوده. نعم اذ واجب، طبعا الواجب عند الفقهاء ما يثاب فاعله ويأثم ايه تاركه. طب ده يعني معنى كده ان احنا لما نيجي نقول احكام التجويد، لو واحد كده قاعد كده يقول ايه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك، يبقى ده مصيبته سود لان ما قالش ايه الف لام ميم. انتم متابعين معي؟ لو كانت المسألة هكذا، لو كل شيء في التجويد يدخل تحت المصطلح الشرعي ده اللي هو الوجوب يأثم الايه يأثم التارك يثاب الفاعل، ده المعروف عند الايه اذ واجب. وبعدين ده جات الكلمه العمليه بايه محتم تاكيد للايه اذ واجب عليهم محتم، التحتيم ده تاكيد للايه تاكيد للوجوب. الكلام اللي ربما فيه شيء يعني يروح يريح الجميع كلام
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال رحمة الله عليه: إذ واجب صناعة، صناعة خلاص، بمعنى ما لا بد منه مطلقا، وبمعنى ما يؤثم بتركه إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب. يبقى إذن أنتوا ما فهمتوش حاجة كده من كلام الشيخ؟ لا ركزوا معايا، أنتوا نمتوا ولا إيه؟ أعيد كلام الشيخ تاني. يقول: إذ واجب، خلاص سيب دي كلمة إذ واجب بين قوسين، صناعة واجب، صناعة عند إيه؟ أهل هذا الشأن، بمعنى ما لا بد منه مطلقا، وبمعنى ما يؤثم بتركه، خد بالك، خد بالك من كلام الشيخ، ما يؤثم بتركه إذا أوهم خلل المعنى، خلل الإيه؟ المعنى، أو اقتضى تغيير الإيه؟ الإعراب. طب ما هو ده لو واحد غير في حركة إعرابية هيبقى أتى في كلام الله بغير مراد الله، مش كده ولا إيه؟ إلا إذا كانت هذه إيه؟ قراءة. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون، خلاص هذه إيه؟ هذه قراءة. يبقى إذن الشيخ، لاحظوا كده إن كلام الشيخ والمسألة الخلاصة فيها في بعض الأشياء، يعني هو من المفترض، من المفترض الإنسان الغنن والمدود وهذه الأشياء تلقاها سيدنا الرسول عن جبريل، لأن هو حتى اللي اختلفوا في قضية، احنا قلنا لكم قبل كده اللي وصل لنا من قراءات القرآن المفروض ينقسم إلى قسمين: اختلاف لفظي واختلاف أدائي. الاختلاف اللفظ الذي يتغير فيه المعنى، والاختلاف الأدائي، الاختلاف الأدائي الذي لا يتغير فيه المعنى غالبا. لما نقول ايه؟ والضحى والضحى والضحى، هو اتغير المعنى؟ من آمن، من آمن، من آمن، اتغير المعنى؟ والأرض 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 والأرض، اتغير المعنى؟ هو ده الأداء، ده اللي بيسموه اختلاف ايه؟ اختلاف، لا اختلاف أدائي، اختلاف اللي هو يتغير به الأداء، إنما التاني بيتغير به الإيه؟ اللفظ. لما أقول مالك، مالك اتغير، يبقى لابد من توجيه، هناك فرق بين مالك وإيه؟ وملك. ها؟ وبرضو قلت لكم إيه؟ زي إيه؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، لنحصنكم، ليحصنكم، لتحصنكم من بأسكم، ليحصنكم من بأسكم، ليه؟ لنحصنكم، أنا قلت النون، لنحصنكم من بأسكم. طب هتتغير من هنا إلى هنا إلى هنا، خلاص؟ يبقى تحتاج إلى توجيه، يبقى ده اللي بيسموه اختلاف إيه؟ اختلاف لفظي، تغير المعنى. هتقول لتحصنكم، رد حالها، ارجع للضمير لمين؟ هتبقى للصنعة. وعلمناه صنعة لبوس لكم، ليه؟ لتحصنكم. طيب وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم، هعمل فيها ايه؟ اودي الضمير لمين؟ للبوس اللي هي الدروع، خلاص؟ او ترجعها لسيدنا ايه؟ داود، بس الارجح ان هي ترجع للايه؟ للبوس. طيب لنحصنكم، خلاص، وعلى لذات الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه ده الاختلاف الايه؟ اما الاختلاف الادائي، قال العلماء الاختلاف الادائي ده الذي لا يتغير فيه المعنى ولكن يتنوع به الايه؟ يتنوع به الاداء، يتنوع به الايه؟ يتنوع به الاداء. طيب هاي الكلام ده مش وصل لنا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاي من ايه؟ جاي زي ما قالوا البعض، قال ان اختلاف اللغات وترجع لاختلاف اللهجات، هو نزل القرآن وقولوا انت بلغتك. لا 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 لا، ده القرآن بأدائه، بالاختلاف اللفظي والاختلاف، بالاختلاف اللفظي والاختلاف الأدائي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به لسانك، مش كان بيستعجل سيدنا الرسول لتعجل ايه؟ لتعجل به. إن علينا فإذا قرأناه، يعني هو يقرأ وانت ايه؟ ردد. وحتى في آخر عرضة،
في آخر رمضان سيدنا الرسول عرض كم عرضة؟ ختم القرآن مرتين، قرأ القرآن مرتين على سيدنا جبريل. يبقى إذن أنت مع نفسك، أنت هتسمع الناس قرآن، هتسمع الناس القرآن، يبقى لابد أن تقرأه كما أنزله الله. الغنن دي إحنا ألفاظ القرآن، ألفاظ لفظ القرآن يختلف عن ألفاظنا العادية. هو إحنا لما بنيجي نتكلم بنيجي نمد ونغن أنت مالك، ما بنعملش الحاجات دي. يبقى إذن هذه خصوصية اختص بها كلام الله، كما أن الرسم للقرآن الكريم، مش إحنا عندنا كلمات موجودة في المصحف الشريف مختلفة في الرسم عن اللي هو الرسم الإملائي، الرسم الإملائي. لما أقول أكتب يا بني ما يخرج من فمي الصلاة، هتعمل إيه؟ الرسم الإملائي مش لام ألف، مش كده ولا إيه؟ الزكاة. طيب تجد إيه؟ يبقى له خصوصيات كلام الله تبارك وتعالى، له خصوصيات. هو معجز، هو معجزة، وما زالت هي معجزة. ربنا سبحانه وتعالى تحدى به الايه الانس والجن، وما زال التحدي قائم. هو التحدي توقف؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان ايه بعضهم لبعض ظهير. طب نزل شوية، قل فأتوا أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور. طب نزل التحدي إلى إيه؟ إلى سورة، قل فأتوا بسورة، ويطلع ويصدق التحدي على أقصر سورة. إيه هو معجزة؟ طيب هو معجزة، معجزة أيضا في ألفاظه. الألفاظ، ألفاظ القرآن تختلف عن ألفاظنا إحنا. يبقى أنت هتصلي بالناس، هتسمع الناس قرآن، يبقى أتلو القرآن كما أنزله الله تبارك وتعالى بالمدود وبالأحكام. أنت بتراجع مع نفسك، خلاص دي خصوصيتك أنت. ممكن أني أنت يعني إن لم يكن عندك علم بهذه المسألة فخلاص أنت إيه، أنت بتراجع. بس أنا أقصد لا نشدد المسألة على من يتعلمون القرآن، لأن هناك حديث أكرره، هو حديث جابر بن عبد الله قال فيه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي. ومتهيالي دي مفهومة كلمة أعجمي وأعرابي. الأعجمي اللي هو عنده اللكنة، لسانه مش مستقيم، والأعرابي الأخوك اللي من اليمن ده يقول لكم على ده، في ناس ما تفهملوش. يعني أنا أذكر كنت بكلم واحد عندكم من اليمن في التليفون، وعمل عالم من العلماء، عالم من العلماء، وبكلمه فبصيت تلت مش فاهم. قلت له طب ممكن لحظة؟ فخرجت برة ونادات، كنت بكلم من الهاتف، جبت واحد يمني، قلت له اسمع لي الشيخ وترجم لي. يبقى خد الحديث، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، السهم يعني، كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وفي رواية يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. يعني لا نشدد على المبتدئ في تعليم القرآن الكريم. غن، شد، مد، أخرجه أولا عن اللحن الجلي الذي يتغير فيه المعنى، وبعد كده بالراحة عليه، بالراحة عليه في ايه؟ في انه يتعلم الاحكام اللي هي مطلوبة. نعم، قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات. ليعلموا مخارج الحروف، مخارج الحروف ده اول باب. الإمام ابن الجزري جعل أول باب في أحكام التجويد اللي هو إيه؟ مخارج الحروف، اللي هينبني عليه كل شيء. لأن الأول الإنسان يتعلم إزاي الكلمة الحرف
من أين يخرج؟ تكوين الكلمة، الصوت ده إيه؟ مصدره إيه؟ وضعه إيه؟ إيه المصانع اللي بتصنع الصوت اللي بيخرج مننا في جسمك؟ إيه المصانع اللي بتصنعها؟ وبعد ذلك اعرف الإيه؟ المادة اللي بتصنع منها الإيه؟ هذا الصوت. بعد كده إذا وقفت على هذه الأشياء هيكون من الميسور الاستعمال الحروف استعمالاً إيه؟ استعمالاً صحيحاً. يعلموا إيه؟ مخارج الحروف وصفات الحروف، لإني كما سيأتي من كلام الإيه؟ العلماء، إني مفيش حروف تتفق أبداً، تتفق في الصفة والمخرج، هيبقى لازمتها إيه؟ يعني الحرف إذا اتفق مع الآخر في كل الصفات وفي كل وفي المخارج يبقى ملوش لازمة. فحاجة من اتنين، يا إما الحرف يكون متفق في المخرج مع حرف آخر، إذا كان متفق يبقى هيختلف في الصفات. طب إذا كان متفق في الصفات لا، يبقى يختلف في الإيه؟ في المخرج. وحناخد كلام عجيب وجميل لمكي ابن أبي طالب في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. ليلفظوا أو لينطقوا، طبعا اللغات اللي هي جمع إيه؟ جمع لغة، وهي الألفاظ أيا كانت هذه الإيه؟ هذه اللغة عربية أو غير إيه عربية. يقول لك إيه؟ يقال لغيا يلغى لغيا، إن عمل إيه؟ إذا لهج بالكلام، لهج بالكلام، هو ده اسمها كده إيه؟ لغة. يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري لينطقوا، وفي نسخة ليلفظوا، إحنا قدامنا إيه؟ ليلفظوا بأفصح اللغات لينطقوا، يبقى إن عندك الاثنين دي ماشية ودي إيه؟ ماشية. لينطقوا وفي نسخة ليلفظوا بأفصح اللغات، وهي لغة العرب التي نزل القرآن بها، ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولغة أهل الجنة، ولغة أهل الجنة فيها لخبر كلام لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث، أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. يبقى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب العرب إيه؟ لثلاث، لأنه هو إيه؟ عربي، ولأن ها القرآن نزل إيه؟ عربي، ولأن لسان أهل الجنة كل اللي بيتكلموا سريانية دولة اللي هيدخل الجنة من اليهود اللي هيدخل الجنة، في من اليهود هيدخل الجنة، أليس كذلك؟ نعم، أتباع سيدنا إيه؟ وأتباع سيدنا إيه؟ قالوا إنا هدنا إليك. نعم. ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف. الكلام إيه؟ خدوا بالكم عشان الشكل البيت ده كده متهيئ شكله كده مفصول عن السابق. ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واجب عليهم محتم الكلام اللي ذكر حال كونهم محقق التجويد. خلاص، يبقى دي معنى ايه؟ محرر التجويد. حال كونهم ايه؟ حال كونهم محقق التجويد. ومواضع المواقف دي اللي هي الوقف والابتداء، لان احنا هناخد ايه عندنا برضو في الايه في الجزرية باب الوقف والايه باب الوقف والابتداء. وما الذي رسم في المصاحف، يعني ايه؟ قلنا ان ايه رسم المصاحف؟ الرسم الاملائي غير الرسم الايه الرسم القرآني، الرسم القرآني. يبقى حال كونهم، معنى محرري، حال كونهم محققي ايه؟ محققي التجويد.
ومحققي الوقف والابتداء الرسم، لان احنا بنقف على ايه؟ وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. الكلمة جاءت مرسومة بالتاء المفتوحة، نقف عليها بالتاء المفتوحة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، نقف عليها إيه؟ إن رحمة. طب إذا رسمت بالإيه؟ بالهاء، بالتاء، يبقى نقف عليها إيه؟ رحمة. خلاص. وما الذي رسم بالمصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها في البيت ده فيه جناس لفظي في البيت. خدوا بالكم، خدوا البيت ده كده، انتبهوا وركزوا معايا في البيت ده. من كل مقطوع وموصول بها، اللي هو باب المقطوع والايه والموصول، بها اللي هو هيبقى بالايه بالمصاحف، باب المقطوع اللي احنا هناخده اللي هو واعرف لمقطوع وموصول واتى في مصحف الامام فيما قد اتى فاقطع بعشر كلمات الا مع ملجا ولا اله الا. الكلمات الرسمت مقطوعه ورسمت ايه موصوله، باب. هو بيقول لك ايه؟ من كل مقطوع وموصول بها، يبقى بها هيعود على مين؟ على الايه؟ على المصاحف. والباء هنا بمعنى ايه؟ في. احسنت يا ولد، بمعنى ايه؟ في، يعني بكل مقطوع وموصول فيها. خد بالك، وتاء انثى لم تكن تكتب بها. خدوا بالكم، تاء الانثى اللي هي اللي احنا قلنا ايه؟ الرحمه اللي هناك، هناخد الباب ده. ورحمة الزخرف بالتزبر العرف هدى روما كاف البقرة نعماتها ثلاث نحل إبراهام نعمة وقرة وإبنة وسنة وإيه ورحمة، فيه اللي رسمت بالتاء المفتوحة وفيه اللي رسمت بالتاء الإيه. هو بيقولك إيه؟ وتاء أنثى لم تكن تكتب بهاء. أدي الكلام، خدوا بالكم، وتاء أنثى لم تكن تكتب، أي تكتب بهاء مربوطة، بهاء إيه؟ مربوطة، بل تكتب بالإيه؟ بالتاء المجرورة. يبقى خد بالك الوزن هنا، بهاء حذفت منها الإيه؟ حذفت منها الهمزة على قراءة إيه؟ حمزة. السماء بنقف عليها إيه؟ السماء، نقف، لو وقفنا الحمزة نقف عليها إيه؟ سيقول الإيه؟ السفهاء، السفهاء، السماء، الماء، يقف كده، ماء، ماء، السفهاء. يبقى هنا ايه؟ خد بالك من الكلام، من كل مقطوع وموصول بها، اي بالمصاحف، وتاء انثى لم تكن تكتب بها. يبقى الكلام يستقيم ايه؟ من كل مقطوع وموصول بها وتاء انثى لم تكن تكتب بها، وحذفت تخفيفا. حذفت ايه؟ حذفت للايه؟ للتخفيف. وده بيسميه العلماء، قال شيخ الاسلام زكريا الانصاري وفي البيت الاخير، الجناس اللفظي والخطي. هو جناسه في اللفظ، بها اي بالمصاحف، وبها، بها اللي هي ايه؟ بها ايه؟ بها. خلاص. وهو الجمع بين الخطي، وهو الجمع بين متشابهين في اللفظ والخط، وفيه أيضا وفيه الطباق، وهو الجمع بين إيه؟ معنيين متقابلين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور، والصلاة على محمد أنارت للقلب نور، نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. قلبي بالذكر يحيا.